سميرة أوبلا، رئيسة جمعية الكرامة النسوية للتنمية والتضامن بجامعة تغجشت بجهة قلم مادون، وأيضا مسيرة لتعاونية المرأة الوحدية بالجامعة القروية تغجشت. اليوم يعني الحضور ديالنا هو الحضور ديال المؤتمر العالمي للمرأة القروية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية اللي منظمه مثمر، واللي حنا يعني ضيوف شرف، وأيضا ماشي ضيوف شرف ولكن بين الناس اللي غادي يكونوا إن شاء الله في هذا البرنامج هذا حول التجربة ديالنا في المنطقه ديال جامعه القرويه تغجيش اللي كتواجد بجهه قلم مادون، يعني الجهه ديال الصحراء، واللي يعني بغينا نوصل واحد الرساله للنساء المغربيات وخصوصا للنساء اللي في العالم القروي، ان عندما تتحرك النساء من اجل التغيير فلا بد ان يكون يعني المساهمه ديال النساء القرويات هي ضروريه، تقويه القدرات ديالها، اولا دير ثقه في نفسها انها هي جزء لا يتجزأ من التنميه المحليه، لان بدون مشاركه المراه لا يمكن ان تكون هناك اي التنميه. بالنسبه لجهه قلم مادون اللي كتتميز بطاقات وتقاليد يعني جميله جدا اللي معروفه بالحسانيه والامازيغيه، ايضا عندنا مجموعه ديال المنتوجات المجاليه اللي في جهه قلم مادون، وهي يعني كاين الكسكس اللي هو معروف بجميع يعني انواعه، كاين الكسكس الخماسي، الكسكس باعشاب طبيه، وايضا كيتميز بالمنتوج ديال الارغان ومنتوج ديال التمور اللي المنطقه اللي كنتمي بها هي جامعه القرويه تغجيش، معروفه يعني اكبر واحد بجهه قلم مادون، واللي حنا من ضمن التعاونيات النسائيه اللي كتنتج التمور وايضا المشتقات ديالو، يعني كنديروا مجموعه ديال بحال كنديروا هذا الكوفيتير من التمر، كنديروا تحلاوت اللي هو العصير، وايضا كنديروا القهوه من العلف ديال التمر. بالنسبه للتعاونيه اللي انا كنسيرها عندي واحد 50 مراه، واللي يعني فرقناهم على مجموعه يعني ديال الورشات اللي كدير ارغان واللي كدير تمر واللي كدير سكسو، لان كل وحده يعني التوجه ديالها، وداكشي حنا كنحاولوا اننا ندمجوا هاد النساء هادو، واللي الحمد لله استفدوا من برنامج مثمر من يعني دورات تكوينيه واللي مازال ان شاء الله مستمره. بالنسبه للفكره ديال التاسيس ديال التعاونيه، اولا انا بديت بالعمل الجمعوي يعني كجمعيه، كنت يعني منخرطه في واحد الجمعيه اللي هي تقريبا كلها رجال، والوحيده اللي عنصر نسوي، لان لقيت بان المنطقه ديالي العنصر النسوي يعني نقولوا مقسي او مهمش، سواء كان في داخل الجمعيات او تعاونيات او حتى المشاريع اللي ممكن تستهدفوا هذوك النساء باش يكون الولوج ديالهم. لذلك انا يعني من 2010 يعني جاتني فكره اني ناسس جمعيه واللي سميتها جمعيه الكرامه النسويه للتنميه والتضامن، واللي الجمعيه النسويه الوحيده في المنطقه ديالي، واللي يعني بدينا بها اولا بتحسيس النساء الدور ديالهم داخل يعني داخل المجتمع المدني، سواء كانت كفاعله سياسيه ولا كتعاونيه، وايضا وريناهم يعني طريقه ديال التاسيس ديال التعاونيات، وكذلك الجمعيه كدير تكوين وتحسيس كيفيه يعني خصوصا في يعني في تقويه القدرات النساء في المجال التعاوني. بالنسبه يعني ابرز هذا الاهداف اللي دارت الجمعيه في جامعه تغجيش، وهو يعني تنظيم ملتقى سنوي واللي سميناه ملتقى نساء رائدات في العالم القروي، واللي احنا الحمد لله حاليا يعني وصلنا للنسخه الثالثه، يعني فيه فقط نساء قرويات سواء كان في التنظيم وجمعيه حتى هي يعني نسائيه 100%، وكنديروا يعني من خلال هذا الملتقى فيه معرض، فيه دورات تكوينيه، فيه سهرات، واللي كيتميز به ان هذا اول مره كيدار واحد الملتقى في منطقه نائيه، لان الدوار اللي كنديروا فيه واحد الدوار شويه نائي، وكنجيبوا في نفس الوقت كنجيبوا نساء نموذج في على الصعيد الجهه، باش ان دوك النساء اللي في ذاك الدوار يعني ياخذوا واحد الفكره على المراه اللي كتولج للعمل الجمعوي والعمل التعاوني، باش حتى هي يعني تقدر تعطي مجموعه يعني ما شاء الله عليهم. وفعلا الفكره كانت ناجحه جدا، والحمد لله راه دابا النسخه الثالثه كنديروها سنويا.